السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي النهاردة عايز اعمل حاجة يتعلق عليها زرعة، حاجة بتتحط قدام الشقق او قدام البيوت او في الحدائق او زي ما انت عايز. فعندي شوية خشب، اول حاجة هعمله ان انا همسحه انضفه، بعد كده اقصه، وخليني ارسم لكم كده اشوف انا عايز اعمل ايه، وبعد كده نكمل. الفكرة كلها ان بتبقى حاجة كده مربعة وفيها يافطة هنا، ده بيتكتب عليها الاسم، وبتبقى كده فيها شوية يعني حبشتكنات، بالاضافة الى حاجة عاملة كده وعاملة كده وعاملة كده، والزرعاية بتنزل من هنا زي كده. وبكده ابقى قطعت معظم الحاجة او كلها، فاضل الحتة اللي في الوش هناك، ايه في اخر الدنيا دي اللي هكتب عليها اسم الصديق. وهنا دي انا لازم اعمل القاعدة، للأسف انا جبت واحد بوصة في ستة، انا عارف تمانية، مشكلة كنت اجيب، المفروض اجيب اتنين، فدي هضطر اغريها مع بعض وابتدي اشتغل عليهم. هعمل البرواز ده، هو بقى البرواز ده هعمله بالكراك جيج عشان اخلصه في السريع. بعد ما ربطتها بالكريج بالمسامير، للأسف الشديد الخشب فيه لوحة، فهضطر اعيده كل ده تاني. لو بصينا هنا كده، قرب معايا، بص اللوحة قد ايه، لوحة كبيرة قوي، يعني مينفعش تستخبى بصراحة. الخشب واخد رطوبة فبيتلوح بالطريقة دهيت، فلما بيجي يتركب منظر ايه، منظر سيء للغاية. هضطر اعمله من اول وجديد. انا عملتها من اول وجديد علشان تبقى ماسكة نفسها، واعتقد خلاص ما فيهاش اللوحة، بس للأسف انا عملتها بحتتين خشب وغرتهم في بعض عشان ما كانش عندي اتنين بوصة في اربعة بوصة، فاضطريت اعمل الموضوع ده هو، وبخبي دايما الاخرام دي من تحت. هنشوفها تبقى عاملة ازاي.
انا كده ركبتها بمسامير شويه صنفره بسيطه علشان لسه فاضل الحته اللي هنا دي هنعملها وصنفره ودهان. طب يا جماعة انا هصبغ حتة الخشب دي بخيط صبغة جاهزة وثينر او تينر، دي الصبغة اللي انا بجيبها معرفش هتبان ولا لا، بخلطها بشوية تينر وبدهن بيها. فايه انا مش هعرف اتكلم وانا شغال، فنتفرج عليها ونشوف الدنيا هتطلع شكلها ايه في الاخر. بس يا جماعة احنا كده انا كده دهنتها، اديت لها وش برضو حماية كده فلوت بيسموه بوليوريثين عشان برضو ايه تستحمل. الحتتين دول لسه هركبهم، فدول هيتركبوا بمسمارين هنا، وبالاضافة طبعا دي لسه بقى هنكتب عليها الاسم ونعلقها. هبعتها لحد عشان انا ما عنديش سي ان سي على اساس ان هو يبعتها وبتاع، ونشوف هيخلص على ايه الموضوع ده. بعد مرور 3 سنين شعري وقع وغيرت هدومي. انا عملتها بس عملتها بالليزر، طلعت مش وحشة، نديها 8/10. هركبها ونشوف هيبقى شكلها ايه.